مرحبا بزوار القناة الأعلى متابعة ومشاهدة على صعيد العالم في مجال الرقية الشرعية تحت إشراف سفير الرقية العالمية الراقي المغربي نعيم ربيع. من ثم ديس كنقرا سورة البقرة، كنقراها في الماء، كنقراها يوميا. ومن ديس كنقراها يوميا ديس كنحس بديك الشيء كيفحال اللي كيتعذب فيا. بعد مرة كنحس كنت فايقة، يعني مو من الفجر كنكون فايقة وكنحس بحال شي واحد كيفرك المرايا وكيغوت. من بعد بقيت متبعة ديك الأذكار ديال الصباح والمساء وديك الشيء. صافي بقيت كنحلم شي واحد، انا كنسمع القران او الرقيه، انا ناعسه وكنسمع القران والرقيه وكنغوت وكنتصرع، يعني كنتصرع في الحلم ديالي. من بعد حلمت ان واحد بنيته خات داتني بحال اللي كتقودني ولكن كتهضرش معايا. ملي مشات داتني واحد المكان مدفون فيه السحر، جبدتو انا وقطعته حتى ولا تراب. من بعد عاوتاني بقيت كنحس كنسمع سورة التوبة كتقرا، وليت كنقرا سورة البقرة وسورة التوبة. من بعد بقيت كنحس حتى حسيت انه خرج مني، يعني بقيت هكا بحال خوتي شادينني وانا بديك الحرارة تغلبت خوتي وبحال اللي خرج. صافي الحمد لله، من بعد ما بقيتش كنحس بحتى شي حاجه من داكشي. اي طيب واضح. اما ما شوف